من كل العالم قد جئنا، والحب يطوف بمحفلنا، أفواجا للعلم أتينا، علماء تصنع عزتنا، بوشاح وردي قان وبثوب الفخر تزينا نبحث نتنا. الدكتور عبد الإله هلالي، أخصائي نفساني وأستاذ علم النفس، المشرف التنفيذي للمحفل نسخة مكناس. في الحقيقة نحن مبتهجون في مكناس وفي فاس باستقبال واحتضان المحفل العلمي الدولي بالمدينتين، والمحفل العلمي مفخرة للعرب والناطقين باللغة العربية من كل الدول، سواء بماليزيا، تركيا، والدول العربية نفسها، العراق وسوريا، الأردن، المغرب، الجزائر، وكل البلدان العربية والبلدان الغير ناطقة بالعربية. ولكن المحفل ويضم يعني خيرة علماء الذين انضمونا إلى منصة أريد، هذه المنصة التي لها الفضل في تنظيم هذا المحفل العلمي، وقد ضمت يعني في المحفل مجموعة من المؤتمرات، سبي الذكر مؤتمر الدراسات النفسية والتربوية، وكذلك مؤتمر خاص بالعلوم الإنسانية والاجتماعية الأدبية والقانونية، ثم كذلك مؤتمر خاص بالذكاء الاصطناعي والعلوم البحثة والعلوم التطبيقية. إذن هناك 9 مؤتمرات داخل المحفل، ومن خلال المدينتين، سواء برئاسة جامعة الملا إسماعيل مكناس ورئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، كانت مجريات من مختلف يعني العلوم، وكان يعني الهدف الأساسي هو تلاقح هذه التخصصات عوض أن تترك في كل مؤتمر على حدة، فيلتقي أصحاب الشريعة مع القانون، والقانون مع علم النفس، وعلم النفس مع العلوم الدقيقة البحتة والذكاء الاصطناعي. هذا التلاحق هو مهم، وأن نشتغل في ضمن يعني محفل واحد، ثم أن الغاية الأساسية من المحفل هو تشجيع الباحثين في هذه العلوم من أجل أن ينشروا باللغة العربية. تعرفون أن المجال البحث والإنتاج والابتكار هو يعني محتكر من ضمن اللغات الرئيسية في العالم، أهمها الإنجليزية، في المغرب الفرنسية، لكن الباحثين لا يجدون ضلتهم في اللغة العربية. الآن الإمكانات متاحة أن تكون المنشورات يعني محكمة جدا، والمشاركات علمية وازنة باللغة العربية. إذن في مكناس يعني اجتمع خيرة الخبراء والباحثين، واليوم يعني ننهي هذا المؤتمر العلمي في إطار محفل عام، ونتمنى التوفيق إن شاء الله، وستكون تجارب أخرى في المستقبل.